شحور قرية من قرى جنوب لبنان. لن تجد وأنت تتجول في أزقتها شيئا يسترع انتباهك، لا سيما إن كنت تبحث عن شيء ما هنا قد يكون مرتبطا بالسيد محمد باقر الصدر. وكيف ذلك وهذه القرية تبعد آلاف الكيلومترات عن المكان الذي عاش فيه السيد محمد باقر الصدر في النجف الأشرف؟ بين أزقتها الفقيرة والضيقة لن تجد إلا بيوتا متناثرة، بعضها لا زال يحافظ على شيء من عبق تاريخ قديم، وبعضها أطبق الأسمنت على أنفاسه، لكن الصورة قد تختلف إذا أمعنت النظر جيدا، وتحديدا إذا توقفت قليلا على عتبة هذا الباب. باب مهترئ وقفل صدئ فشلت كل محاولاتنا في فتحه، فمنذ زمن طويل لم يسكن أحد هنا. ولكن لمن هذا البيت الذي أكل عليه الدهر وشرب؟ هنا وقبل أكثر من 300 عام عاش السيد صالح شرف الدين، الجد الأكبر للسيد محمد باقر الصدر. وفي العام 1699 ميلادية تتعرض هذه القرية لهجوم من جند أحمد باشا الجزار الذين يقتحمون بيت السيد صالح، وأمام ناظريه يذبحون نجله هبة الله على بلاطة بئر في ساحة البيت لم تجف مياهها حتى هذا اليوم. وبعد أن يسجن السيد صالح في إحدى قلاع عكا يتمكن من الفرار إلى العراق وتلحق به أسرته، ومنذ ذلك الحين لا يعود إلى لبنان أبدا. 300 عام مرت على هجرة السيد صالح، انتشرت خلالها ذريته على طول الخريطة الممتدة من كربلاء والنجف والكاظمية في العراق إلى قم وأصفهان في إيران، وبقي حال الأسرة على ما هو عليه إلى أن يقرر أحد أحفاد السيد صالح العودة والاستقرار في لبنان، إنه الإمام موسى الصدر. لكن السيد موسى ليس وحده الذي رغب بزيارة أرض أجداده. في العام 1962 يزور السيد محمد باقر الصدر أولاد عمومته في لبنان، أولاد السيد صدر الدين الصدر والد السيد موسى الصدر، وهناك يتزوج من ابنة عمه وشقيقة السيد موسى السيدة فاطمة المعروفة اليوم بأم جعفر. وفي هذه الشقة في الطابق الثاني المطلة على بحر مدينة صور أمضى العروسان أسبوعهما الأول. ولاحقا انتقل السيد الصدر وزوجته إلى جباع مسقط رأس جده الأكبر السيد عز الدين الحسين بن أبي الحسن الموسوي المتوفى قبل أكثر من 500 عام. وفي هذا البيت أقام السيد وزوجته أياما معدودات. إجا لهون وأمنا له بيت سكن في 40 نهار عند زواجه من اخته السيد موسى. من جمله مناقب السيد محمد باقر الصدر كان عنده عزيمه، عازم علماء لعنده الغد. ذهبت الى بيته ورحت لبيته لقيت بالصالون في 4-5 من شخصيات جميع، هو مش موجود.
قلت وين سمعت السيد؟ قال عنده عزيمة عم يتغدى عنده علمي. فتحت الميبوفيت لقيته قاعد ثلاث علماء هو الرابع او اثنين هو الثالث عاملين عزيمة وفارش خوطه على الارض عم يتغدوا عليه. شوية كم حبت بطاطا مسلوقين وكم بيضة مسلوقين وصحن فيه كم خلطة كوك شو اسمه بنرورة وصحن فيه نفت لبنة عم يتغدوا. أنا اطلعت إنه عزيمة من هالشكل هذا الغني. بعدين التفت على قلت له اقدر على الأرض يا سيد، ثم هي طلت السفرة حد منكم. قال لا هيك أثم. القرآن بيقول يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تصرفوا إنه لا يحب المصرفين. فالإصراف مش منيح، كل ما تفوض على الإنسان بيكون أفضل. فأنا شفت هذه غريبة إن لأول مرة سيد بيعزم علمي وهذا الغداء من هالشكل. لم يبقى من ذكريات زيارة السيد الصدر إلى لبنان إلا هذه الصورة النادرة التي التقطت في مدينة صور على شرفة منزل للسيد موسى. ولاية الفقيه المطلقة ذروة التنظير السياسي في المدارس الدينية ونتاج تراكم زمني طويل امتد لقرون، عنوانه تطور النظرية السياسية عند المسلمين الشيعة. إنها الإطار الشرعي المسوغ للعمل السياسي في الإسلام في بعده الواسع، والإرث السياسي الأكبر لطائفة المسلمين الشيعة التي حققت انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية وأقامت أول دولة إسلامية شيعية منذ غيبة الإمام الثاني عشر، ما دفع السيد محمد باقر الصدر إلى القول إن حلم الأنبياء قد تحقق. ولذلك هو انفجر عندما تحققت الدولة على يد الإمام الخميني رحمة الله عليه وقال مقولاته الشهيرة للبعثين اقتلوني اعملوا ما تشاءون، حلمي تحقق، ما عادت حياتي مهمة بالنسبة لي، حلمي أن تتحقق دولة إسلامية. تحققت الدولة الإسلامية على دين الخميني، إمام الخميني رحمة الله عليه. فهو ساحق لأناه ولذاته بدرجة مرعبة، وهذا قل ما يحصل في تاريخ البشر، قل ما يحصل في تاريخ الإنسان وفي تاريخ البشر. فبالنتيجة عندما يتواضع هذا العملاق الفكري ويخاطب الإمام الخميني يقول أنا سأكون أقبل أن أكون وكيلا في أي قرية من قرى إيران أو ممثلا للإمام الخميني في أي قرية من قرى إيران أو في أي قرية من قرى اللي يمثلين. ها؟ هذا الدرجة من التواضع ونكران الذات، ها؟ وسحق الأنا والهم، يعني هل تجسدت لدينا في التاريخ من خلال قيادة ما سواء كانت مرجعية أو غير مرجعية؟ كان البحث الفقهي السياسي مطلع القرن الماضي يتنامى في أوساط علماء الطبقة الثانية في التسلسل الحوزوي الهرمي في قم والنجف، فيما مراجع الشيعة الكبار ومعهم الغالب الأعم من جمهور الفقهاء يحسمون موقفهم بالقول بولاية الفقيه الجزئية مقابل ولاية الفقيه المطلقة. والولاية الجزئية للفقيه هي النظرية التي يرفض أنصارها الانخراط في أي حركة انقلابية على الواقع السياسي، ويتمسكون بصلاحيات الفقيه المقتصرة على الإفتاء والقضاء فقط، مؤمنين بصمت بمفهوم الانتظار. المرجعية عند الشيعة
هي النيابة عن الإمام الغائب الإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف. طبعا الفقهاء يختلفون في مقدار هذه النيابة من حيث الرجوع إلى المسائل الشرعية وتكليف المسلم أمام الله في مسائله الفردية. المرجعية بهذا المقدار هذا كان حتى الآن متفقا عليه عند جميع الشعوب الشيعية، ولكنه زيادة على هذا في المسائل الاجتماعية وخاصة في مسألة إدارة البلاد وإقامة الحكومة الإسلامية، مدى صلاحية المرجع ومدى وظيفة الشعب المسلم تجاه المرجع في هذه الناحية، هاي مسألة هي المسألة المعروفة بولاية الفقيه. فالبعض من الفقهاء يقولون بولاية الفقيه والبعض الآخر لا يقولون بولاية الفقيه. من هنا من النجف بدأ المرجع الشهيد آية الله محمد باقر الصدر بالتسويق لأطروحة فقهية احتجاجية تستهدف التنظير للدولة الإسلامية المنشودة وهدم التراث الانتظاري ودحض آراء دعاة نظرية ولاية الفقيه الجزئية. لقد فتح السيد الصدر معركة قاسية وصامتة في أكبر معقل للخط التقليدي، وقرر الانتصار لأطروحة ولاية الفقيه المطلقة بموازاة حركة الإمام الخميني المنفي إلى النجف، والذي بدأ من مسجد الأنصار دروسه في الحكومة الإسلامية. أنا يعني مقتنع بأنه الخلاف حول ولاية الفقيه بين الفقهاء خلاف مفتعل من غير الفقهاء. أنا قناعتي سيد الخوئي كان يؤمن بولاية الفقيه، وكل مراجعنا يؤمنون، ولا يوجد مرجع لا يؤمن بولاية الفقيه. والحد الأدنى عند الفقهاء جميعا الإشراف على إقامة الحكم. الحد الأعلى أنه ولاية الفقيه مطلقة، أنه هي استمرار لولاية المعصوم. لذلك أدعو إلى إعادة النظر في أوساط الإسلاميين في التعامل مع هذه المسألة. الدليل على ما أقوله، نسأل أي فقيه من الفقهاء: مولانا هل تؤمن بأن للفقيه الولاية في القضاء؟ هل يستطيع أن يتصدى للقضاء؟ جواب نعم. طيب سؤال ثاني، مولانا يجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر أو لا؟ يجب. مولانا سؤال ثالث، إذا بلغنا وأصبح الجو العام بين الناس جو يتقبل إقامة حكم إسلام، هل يجوز للفقيه أن لا يجريها؟ لا يجوز. بحسب هذا الرأي فإن الفقيه المؤمن بولاية الفقيه الجزئية لا يجوز له التهرب من استلام السلطة إذا سمح له الظرف بذلك. وبمعنى آخر فهو يقبل بالسلطة ولكن لا يسعى لها. لعل هذا أحد جوانب الاختلاف، وليس كل الاختلاف، بين أنصار نظريتي الولاية الجزئية والمطلقة. ويبدو هنا لافتاً نص الرسالة التي بعث بها آية الله أبو الحسن الأصفهاني إلى الملك فيصل ملك العراق، وجاء فيها: وقد أخذنا على عاتقنا عدم المداخلة في الأمور السياسية والاعتزال عن كل ما يطلبه العراقيون، ولسنا بمسؤولين عن ذلك،
وإنما المسؤول عن مقتضيات الشعب وسياسته جلالتكم. في مقابل هذا التوجه أسبغ الشهيد الصدر على الفقيه صلاحيات واسعة وصلت إلى حد الصلاحيات المطلقة، وكذلك فعل الإمام الخميني، وخالفهم بهذا جل الفقهاء الماضين ومراجع هذا القرن من فقهاء الحركة الدستورية: السادة النائني، الأخوند، المازندراني، البهبهاني، الطباطبائي، والمحلاتي، رغم انخراط هؤلاء التام في العمل السياسي إلى آيات الله العظام: الأصفهاني، اليزدي، الروحاني، الميلاني، الشهرودي، الياسين، كاشف الغطاء، الخنساري، شريعة مداري، الجولبايجاني، المرعش النجفي، الحكيم، الخوئي. فليس من هؤلاء من يرى الأخذ بولاية الفقيه المطلقة كما نظر لها حين ذاك كل من الشهيد الصدر والإمام الخميني. وبعيدا عن حجم أنصار الطرفين بين جمهور الفقهاء والمجتهدين، فإن جردة حساب سريعة بين أنصار الولاية المطلقة والولاية الجزئية تظهر أن أنصار الولاية المطلقة تمكنوا من إقامة الدولة، الدولة الحلم، كما يصفها السيد محمد باقر الصدر. ولكن في الوقت الذي ينجح الإمام الخميني في مشروعه حول الدولة الإسلامية، فإن حركة السيد الصدر انتهت إلى أن يعدم الرجل بعد صدام قاس ودموي مع النظام البعثي، وبصمت مدون يوارى جثمانه ترى النجف. إنه المشهد الأكثر إيلاما للرجل الأكثر إثارة للجدل في تاريخ الحوزات الشيعية المعاصرة. ويبقى السؤال: لماذا؟ الآن نأتي إلى العراق قبل ثورة 20. فهل الشعب العراقي كان لهم مراجع؟ نعم. هل كانوا يرتبطون بالمرجعية؟ نعم. ولكن هل كان في العراق ارتباط أكثر بالمرجعية؟ وهل كانت في البلاد والبلاد الكبيرة والبلاد الصغيرة والنواحي وأحيانا القرى، هل كان هناك وكلاء للمرجعية؟ وهل أن الشعب العراقي الشيعي كان من ناحية تكاليفه المالية مرتبطا بالمرجعية؟ هذا الذي أريد أن أؤكد عليه، أنه هذه الارتباطات تقريبا كانت إلى درجة الصفر. شكلت ثورة 20 نموذجا مهما في كيفية تعاطي فقهاء الشيعة تاريخيا مع الوقائع السياسية ومع جدلية السلطة. فقادة ثورة 20 وفي مقدمتهم السيد محمد سعيد الحبوبي لم يكونوا من المراجع، بل من الطبقة الثانية في التسلسل الهرمي الحوزوي. المراجع دعموا الثورة ولكن لم يقودوها ولم يدعوا إليها في البداية، حتى وبعد انتهاء الثورة فإن قادة هذه الثورة لم يطالبوا بالسلطة لأنفسهم، بل فضلوا الملك فيصل الأول عليهم. لماذا؟ لأنهم وبكل بساطة لم يختبروا السلطة قبلا، وهذا حال فقهاء الشيعة منذ أكثر من 1200 عام. إن فقهاء الشيعة الأوائل لم تكن أولوياتهم منصبة على التنظير لأطروحة سياسية للدولة الإسلامية. لماذا؟ لأن كل همهم كان منصبا على الحفاظ على أصل وجود المذهب قبل أي شيء آخر، في ظل التنكيل والاضطهاد التي تعرضت له الحوزات الشيعية في الحقبات الزمنية الماضية. وهذا كله انعكس بشكل أو بآخر على علاقة الفقهاء بجمهورهم حتى هذا اليوم.
إنها وطأة التاريخ الذي أثقل ظهر السيد الصدر، وهذا ما دفع بالبعض إلى القول إن حركته شكلت خروجا عن المألوف عند الشيعة وانقلابا على أكثر من 1200 عام من الانكفاء والانتظار الرتيب للفرج. جاءت حركة السيد الصدر في جماعة العلماء والتأسيس لحزب الدعوة، وخطاباته ومحاضراته التي كان بعضها يصل إلى الإذاعة الرسمية، وأطروحته في المرجعية الصالحة والمرجعية الرشيدة لتشكل محاولات حثيثة من قبله لإقحام الشارع العراقي في العمل السياسي، تمهيدا لإعادة رسم العلاقة بينه وبين المرجعية. إنها إعادة تموضع لعلاقة تاريخية وملتبسة بين المرجع وجمهور المقلدين في العراق، وهي قبل كل شيء تهيئة للشارع العراقي لخوض مواجهة مع النظام الأكثر دموية في المنطقة. فهل نجح السيد الصدر في ذلك؟ عرفت الحوزة النجفية في نهاية العقد الخمسيني من القرن الماضي تشكل تجمع علمائي ضم في معظمه علماء الطبقة الثانية في التسلسل الهرمي، أي بعد شريحة المراجع وأكابر الفقهاء، وتشكلت على الأثر كتلة علمائية ضمت عشرات العلماء والمفكرين، وحظيت بدعم وتأييد المراجع وفي مقدمتهم السيد محسن الحكيم، أطلق عليها اسم جماعة العلماء، وكانت تعتبر إلى حد ما الناطقة الرسمية باسم الحوزة النجفية. لم يكن السيد محمد باقر عضوا فيها لصغر سنه، إلا أن دوره برز فاعلا وقويا إلى حد كبير يمكن معه اعتباره العقل المدبر للجماعة. فكان يكتب ما يريدونه، يطرحون عليه الفكرة أو هو يطرح عليهم الفكرة، ويكتب بعض النشرات التي يريدونها وتطبع باسم جماعة العلماء. ولكن كان اللولب الرئيسي لكتابة هذه المواضيع هو المرجع الشهيد الصدر على الله مقامه، وكانت تنشر وتوزع بين صفوف الأمة، وكان لها الأثر الكبير في الواقع في تحطيم أسطورة الخرافية التي جاءتنا من الخارج المتمثلة بالفكر الماركسي. قام السيد الصدر بإنشاء مجلة سياسية فكرية ناطقة باسم جماعة العلماء، اقترح أن يكون اسمها الأضواء. احتضن السيد الحكيم الفكرة، وتحمل السيد الصدر مسؤولية كتابة المقال الافتتاحي فيها تحت عنوان رسالتنا، وقد دأب على كتابتها حتى العدد الخامس. لكن وبشكل مفاجئ يتوقف الصدر مرغما عن متابعة كتابة رسالتنا. فماذا حدث؟ الحوزة العلمية ما كانت بالغة إلى حالة نضج تتقبل مثل هذا المشروع. قد يكون العدد الكبير أو الأكبر هم الذين رافضين، بس الرافضين فصائل، فصيلة ترفض لعدم وعي منها وعدم تقبل، وفصيلة تتقبل وتعي لكنه تناقش في المرحلة هل هذا يصلح في هذه المرحلة أو لا. يبدو أن جهات عديدة لم يكن يحلو لها ما تقوم به جماعة العلماء، فحزب البعث الذي اعتبر الحوزة في فترة سابقة حليفته خلال صراعهما مع العدو المشترك الحزب الشيوعي، عاد وغير نظرته بعدما تبين له حجم الخطر الذي تشكله الحوزة على كيانه، وبعد ازدياد نشاطها المتمثل في جماعة العلماء. ومن جهة ثانية لم يحل للنظام الإيراني ما قامت به الأضواء من نشرها رسالتين، إحداهما للسيد الحكيم ينتقد فيها بشدة اعتراف شاه إيران بإسرائيل. ومع مرور الوقت بدأت مقالة السيد الصدر الافتتاحية في الأضواء تثير إزعاج الجميع.
كان العدد الخامس الصادر يوم الثلاثاء في 19 من آب عام 1960 هو العدد الأخير الذي كتب فيه السيد الصدر رسالتنا، وقد بقي على تواصل مع الأضواء حيث كان يضع الخطوط العريضة للمقالات الافتتاحية في فترة اعتزاله، فيقوم آية الله الشيخ محمد مهدي شمس الدين وآية الله السيد محمد حسين فضل الله بكتابتها. ورغم ذلك لم تتوقف الحملات ضد الصدر، وكانت التهمة هذه المرة وقوفه على رأس تنظيم سياسي. فكلفوا صاحبهم حسين الصافي الذي كان آنذاك 62 كان معمما في النجف وبعثيا، فأرسلوه إلى سيد الحكيم يحذرهم من وجود حزب بالنجف في الحوزة فيه الشهيد الصدر وفيه السيد مهدي الحكيم، وأن قاله أنه من غير المناسب أن يكون في النجف في الحوزة حزب إلى آخره. السيد الحكيم نستطيع أن نقول أنه أهانه، يعني قال بعدما كمل الحديث قال له هل تتصور أنك أحرص من السيد محمد باقر الصدر على الحوزة؟ اعتذر ثم خرج. اتفق العاملان الحوزوي والسياسي في بعديهما المحلي والإقليمي على ضرورة الحد من نشاط السيد الصدر السياسي وضبط إيقاع حزب الدعوة الوليد، ففي داخل الأوساط الحوزوية لم يكن من السهولة بمكان تقبل وجود حزب سياسي داخل الحوزة، وبلغت ذروة الحملة المناهضة للسيد الصدر حدا دفع السيد الحكيم إلى الطلب منه الانسحاب من الحزب. وبحسب الرواية الرسمية لبعض الدعوتيين فإن السيد الصدر انسحب من الدعوة للتفرغ للدراسة، وباعتبار أن الجميع يشهد له بمستقبل علمي ومرجعي لافت فإنه من غير المناسب أن يكون محسوبا على تيار سياسي، فالمرجع هو لكل الناس. أنا جئت إلى إيران من رجاء شرط كاتب لي مكتوب، مكتوب طويل يقول فيه خلاصة قولة أنا أريد أقوم بعمل بفتوى واحدة مني يدخلون بالدعوة مليون واحد، يعني أريد أدرس، يعني كان شغل نجتمع ليليا، أنا لما أجي من بغداد نجتمع. فشيد الصدر خرج، ظليت أنا ومحمد هادي السبيتي وعبد الصاحب دخيل، نحن قيادة الدعوة، والأديب هم في كربلاء. بت الليلة وأنا أرق أفكر في هذا الموقف، وإنه ليعز علي مثل هذا الموقف. إن آية الله الحكيم طلب مني أن لا أكون في التنظيم، وأنا أفهم أن هذا رأي إلزامي له وعليه، فأتوقف الآن عن الانتماء للتنظيم طالبا منكم الاستمرار بجد في هذا العمل، وأنا أدعمكم في عملكم الإسلامي المبارك. تزداد علامات الاستفهام حول سبب انسحاب السيد الصدر من الدعوة مع الرسالة التي بعث بها إلى زميله في الحزب السيد محمد باقر الحكيم، والتي شكك فيها في دلالة آية الشورى، وأن شكه هذا أدى به إلى التشكيك بصحة العمل الحزبي في الإسلام. وقعت منذ أسبوعين أو قريب من ذلك في مشكلة، وذلك أثناء مراجعة أسس الأحكام الشرعية وبعدها، وحاصل المشكلة التوقف في آية وأمرهم شورى بينهم التي هي أهم تلك الأسس، وبدونها لا يمكن العمل في سبيل تلك الأسس مطلقا، كما كنت أكرر ذلك في النجف مرارا. ومنشأ التوقف وجهان أو وجوه، أهمها أني لم أستطع أن أجيب على الاعتراض الذي اعترضته أنت على الاستدلال بالآية،
وإن كنت أجبت عنه في حينه، ولكن الجواب يبدو لي خطأ. لم يحسم حتى اليوم سبب خروج السيد الصدر من الدعوة، أهو احترام منه لرغبة زعيم الحوزة السيد الحكيم بالانسحاب من الدعوة، أم لإشكاله على آية الشورى، أم أن هناك جانبا آخر لم يكشف بعد؟ والنقطة التي يثيرها بعض المؤرخين هي العامل الإقليمي والإيراني تحديدا، الذي كان وكما يبدو عاملا في نشأة الحزب، وأصبح حاليا عاملا في ضبط أداء الدعوة والدعاة. وأعتقد أن محسن السيد محسن الحكيم على فرض أنه أبلغ الشهيد الصدر بهذا القرار، ولكن هو قطع شوطا من العمل أثبتت له التجارب فيه بأنه من غير المسموح له دوليا وأقليميا أن يتجاوز الخطوط الحمر أكثر من ذلك. كانت إيران دولة إقليمية كبرى في أيام الشاه، هي تمارس سياسة الإمساك بالعراق من جانب في جانب من الجوانب، وبالتالي هي تراقب الظاهرة الإسلامية ما هي مواصفاتها وما هي تفاعلاتها. الشوط الذي قطعه الصدر خلال 4 سنوات إذا ما تواصل سيشكل مؤشر خطير في مرحلة أسميتها أنا بالمرحلة القلقة بين حكم البعثيين ب68 وبين العهد انهيار العهد الملكي، مرحلة قلقة. فالمطلوب آنذاك أن يبقى حزب الدعوة على ثوابته القديمة، وإذا ما استمر الشهيد الصدر في سياقه في العمل خلال 4 سنوات الأولى من عمره، فبالتالي هذا سيحدث متغيرات حقيقية داخل الساحة العراقية. يتوقف الكثير عند عبارة انسحاب السيد الصدر من الدعوة، هل يعني ذلك أنه تخلى عن الحزب نهائيا، أم أن انسحابه كان شكليا؟ وإن كان شكليا فما هو مقدار انخراطه في العمل الحزبي، وما هي طبيعة علاقته بمجلس قيادة الدعوة؟ نعم، هذا يعني انسحاب الشهيد الصدر غلط، يعني هذا التعبير غلط، وإنما هذا تقصد في إطلاق هذا الاسم بعض أصحاب الأغراض. الشهيد الصدر لم ينسحب من حزب الدعوة نهائيا من يوم تأسس الحزب إلى أن استشهد، وإنما خرج من قيادة حزب الدعوة، هذا الذي حدث 1962، لم ينسحب من الحزب نهائيا. خرج كأنه لم يخرج. نعم، بقي رمزا لحزب الدعوة، بقي يعني لا مو رمزا، بقي ويانا نجتمع ببيته نتذكر شو نسوي، يعني معنا إلا أنه مسؤولية ما يتحمل، ولو كان معنا. خرج السيد الصدر من قيادة الدعوة، لكنه بقي على تواصل مع قواعد الحزب. هنا بدأت إشكالية جديدة في تاريخ الحركة الإسلامية العراقية في سلسلة تكاد لا تنتهي من الإشكاليات، وعنوانها هذه المرة العلاقة بين السيد الصدر والدعوة. هذا الجدل كله يدور حول التركيبة الرجالية المؤسسة لحزب الدعوة. صحيح كان الصدر يمثل المحور الفكري والمحور العقلي والتنظيري لهذا الحزب، لكن مثل ما قلت لك انه سن الصدر اصغرهم سنا، يعني كان اكو تركيبة رجالية اخرى ربما تختلف في منحاها التفكيري عن الشهيد الصدر. هل كان السيد الصدر قائد الدعوة؟ هل كانت كافة قواعد الدعاة تلتزم بكل ما يصدر عن السيد الصدر؟ البعض يعتقد أن ملامح الانقسام في حزب الدعوة لم تبدأ بعد شهادة السيد الصدر، بل بدأت في حياته. كنا نتكلم معه على أساس أننا نحن الدعاة وأنت قائدنا،
ولم يكن يصدر في الجواب أي إشارة تخالف ذلك، باعتبار قناعتنا أن السيد الشهيد هو المؤسس وهو المحور. في المراحل التالية نشأ خلاف بين قادة في الدعوة وبين السيد الشهيد على غرار إشكالية بلا تشبيه عمر البشير وحسن الترابي، أو مثلا رباني وأحمد شاه مسعود، أو ما تشهده بعض الحركات الإسلامية في أي مكان. فالمشكلة كانت هنا، وهذا الأمر الذي ينبغي الوقوف عنده، وهو شديد العلاقة بمسألة الشورى وولاية الفقيه. يصر بعض الدعاة أن آية الشورى وأمرهم شورى بينهم شكلت بالنسبة إلى السيد الصدر المسوغ الشرعي للعمل الحزبي في الإسلام الذي آمن به كمرحلة تسبق تأسيس الدولة الإسلامية، ولكن على قاعدة أن يكون العمل الحزبي تحت سقف المرجعية وليس في عرضها. هذا التحليل لا يتفق عليه كل الدعاة، ولازال يصر بعضهم على أن قيادة الدعوة كانت شورى جماعية وليست فردية محصورة بفقيه واحد. وبحسب وجهة النظر هذه، فإن السيد الصدر لم يكن قائد الدعوة بل عضوا في مجلس قيادتها في أحسن الأحوال. السيد الصدر رحمة الله عليه كان يعتقد بالقيادة الشورائية مدة طويلة، حتى لو كان يبحث فيها، لكنه ما كان يرى القيادة الفردية حتى للمرجح. وأنا كنت على علاقة بالسيد الصدر رحمة الله عليه، وما تغيرت قناعة الفقهية بقيادة الشورى أبدا. يعني أنا كثير من الأمور سألوا عنها، وأنا كنت مسؤول، أحد المسؤولين يعني بعد عبد الصاحب الخيل في طبقة من المسؤولين أأتي فيهم أنا بالدرجة أولى أو ثانية، وكنت أراجع المرحوم الشهيد الصدر في كل شوف رأي، أصبر حتى نشوف رأي الإخوان القيادة. يعني كان هو ملتزم بقرار الشورى، وكانوا يأتون إليه ويلتقون معه. هنا أشير إلى أن لدى العديد من كوادر حزب الدعوة ذهنية التفرد بقيادة العمل الحركي بمعزل عن الفقيه، وفي بعض تجارب حزب الدعوة البارزة انطلاق من روحية أننا نحن الذين نصنع الفقيه. إذا كان السيد الصدر يعتقد منذ البداية بولاية الفقيه كمسوغ للعمل السياسي في الإسلام، فلماذا لم تعمل بعض تيارات الدعوة منذ البداية بهذه القناعة؟ هل لأن السيد الصدر لم يطرح نظريته علانية في ذلك الوقت لصغر سنه؟ أم لأن التركيبة الرجالية داخل الدعوة لم توافقه على طرحه؟ الأسئلة هنا أكثر من الأجوبة، ولكن القدر المتيقن منه أن السيد محمد باقر الصدر تحاشى ما استطاع إعطاء مشروعه صفة التنازع الإسلامي، فنزل عند رغبة السيد الحكيم بالانسحاب من الدعوة، وتحاشى ما استطاع الانزلاق إلى الخلافات داخل الدعوة، وأصر على احتضان الحزب الوليد، وكان يكرر دوما الدعوة أمل الأمة. ركز السيد الصدر همه فقط على تناول المقولات السائدة في المحيط النجفي القمي التي تشكك بقدرة الإسلام السياسية، بل إنه كشف بشكل لا يحرج الآخرين ضعف مقولاتهم حول أن الإسلام دين عبادة لا دين دولة.
أعدم عبد الكريم قاسم إثر الانقلاب الدموي الذي جرى ضده في 8 شباط عام 1963، ولم يكن لدى الانقلابيين الجدد الذين كان يترأسهم عبد السلام عارف والبعث العراقي أي وازع للرحمة، فاستطاعوا تصفية خصومهم في الشارع بقسوة وبطش شديدين. وبعد 9 أشهر من ذلك التاريخ تخلص عارف من رفاقه البعثيين وطردهم من سدة الحكم. حينذاك حاول عارف أن يحسن علاقاته مع الشيعة وقيادتهم، بالرغم من أن نسبتهم في الحكومة الجديدة كانت ضئيلة جدا. إضافة إلى ذلك حاول عارف أن يحصل على مباركة المؤسسة الدينية الشيعية لنظام حكمه، إلا أنه لم يوفق، وقد بقيت العلاقات بين السيد محسن والأخوين عبد السلام عارف وعبد الرحمن عارف ودية نوعا ما طوال فترة حكمهما. في تلك الفترة برزت أكثر فأكثر مرجعية آية الله العظمى السيد محسن الحكيم، وفي هذه الفترة أيضا قوي انضمام السيد الصدر إلى مرجعية السيد الحكيم دون أن يكون من حاشيته أو طلابه، وقد تضخم دوره على المستوى السياسي إلى الدرجة التي اعتبر فيها العقل السياسي المدبر لكثير من حركة المرجعية إبان عهد السيد الحكيم. تعتبر الفترة الواقعة بين حكمي الأخوين عارف بين عامي 1963 و 1968 الفترة الذهبية في عمر الحركة الإسلامية الشيعية، حيث خلت من عمليات البطش والإرهاب التي كانت تمارسها الحكومات المتعاقبة في العراق، وازداد أعضاء حزب الدعوة وخصوصا في الجامعات. وحسب مصادر حزب الدعوة كانت توزع أكثر من 1500 نسخة من صحيفة الحزب السرية صوت الدعوة على الأعضاء والمناصرين في جامعة بغداد وحدها، وكان الطلبة يخرجون في مسيرات تدعى مواكب الطلبة في ذكرى استشهاد الإمام الحسين، معبرين عن تضامنهم مع الحزب. حزب الدعوة لها الفضل الكبير في تدين العراقيين وارتباطهم بالمرجعية، له الفضل الكبير، لكن لولا مرجعية السيد الحكيم فماذا كان حزب الدعوة يمكن أن يصنع، وكيف كان يمكن أن يدخل في قلوب الناس؟ ركز الشهيد الصدر جهوده في تلك المرحلة على تطوير واقع المؤسسة الدينية، وكما عرف الشيخ محمد رضا المظفر في الأوساط الحوزوية بالمجدد، فإن السيد الصدر الأول حاول من موقعه في تلك الفترة الارتقاء بمناهج الحوزة العلمية. كان يقول بأننا نخاطب أجداد القوم، يعني نخاطب الأحفاد بلغة الأجداد. أيضا في الحوزة أيضا كان يشير إلى هذا الجانب، بأنه الحوزة بحاجة إلى تطوير مناهج، ولذلك نجد أن النقطة المهمة الرئيسية تصدى لها بنفسه. شكلت كتابات السيد الصدر في علم الأصول والتفسير الموضوعي للقرآن الكريم نقلة نوعية في مضمون وأسلوب التدريس الحوزوي، وحظيت محاضراته بشعبية واسعة في صفوف الطلبة. كان السيد الصدر يأمل في أن يصنع من الطالب النجفي مدماكا تقوم عليه أسس مشروعه التغييري والثوري. كان مقتنعا أن البناء الأخلاقي للطالب الديني هو مقدمة ضرورية ومنطقية قبل الدخول به في أي عمل ثوري، لذلك سعى إلى إعادة بناء منظومة فكرية روحية خالصة لدى العنصر الدعوتي وطالب العلوم الدينية. أنا في قناعتي السيد الشهيد عندما بدأ بالعمل بدأ على أساس الحوزة،
وتعبير المبكر أريد أن أخوض بكم البحار. واضح أنه أخوض بكم البحار، هذا الكلام ذكرت لكم قالوا للأخ الشيخ سعيد النعماني عم بيقول بكم يعني طلاب الحوزة. هذه الدنيا هارون الرشيد، نحن نقول بأننا أفضل من هارون الرشيد، أروع من هارون الرشيد، أدقى من هارون الرشيد. عجب، احنا عرضت علينا دنيا هارون الرشيد فلطفناها حتى نكون أروع من هارون الرشيد. يا أولادي يا إخواني يا أعزائي يا أبناء علي، هل عرضت علينا دنيا هارون الرشيد؟ في سبيل هذه الدنيا سجن موسى بن جعفر، هل جلبنا أن هذه الدنيا تأتي بيدنا ثم لا نسجن موسى بن جعفر؟ من المحطات الكبيرة والملفتة التي أذكرها حديثه رضوان الله تعالى عليه حول الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام وحول دخول معاوية إلى الكوفة وصعوده إلى منبر أمير المؤمنين، على منبر أمير المؤمنين سلام الله عليه. عندما وصل سماحته إلى هذه النقطة كان يصورها بإبداع الشهيد الصادر وبروحية الشهيد الصادر وبوعي الشهيد الصادر النوعي، وكان يبكي بكاء شديدا وتنهمر دموعه وأخذ الحاضرون كلهم يبكون، وارتفع أذان المغرب والحال هذه، ثم ختم رضوان الله تعالى عليه. لا شك أن الشريط مسجل وموجود. لو كان علي يعمل لدنيا لقال والله إني أبحث إنسان، لأني لم أحصل على شيء مثل مقابل عمر كله جهاد كله تضحية كله حب لله، لم أحصل على شيء. لكنه لم يقل ذلك، قال لقد فزت ورب الكعبة، إنها والله الشهادة. لأنه لم يكن يعمل لدنيا، كان يعمل لربه، والآن لحظة اللقاء مع الله. هذه اللحظة هي اللحظة التي سوف يلتقي بها علي مع الله سبحانه وتعالى، فيوفيه حسابه ويعطيه أجره، يعوضه عما تحمل من شدائد، عما قاسى من مصائب. أليس هذا الإمام هو مثلنا الأعلى؟ أليست حياة هذا الإمام هي السنة؟ في العام 1969 طبع للسيد الصدر كتاب البنك اللاربوي في الإسلام، والذي شكل دراسة إسلامية غير مسبوقة لكافة أوجه نشاطات البنوك في ضوء الفقه الإسلامي. ميزة محمد باقر الصدر أنه ليس هنالك من موضوع مهم لم يكتب فيه. مثل بسيط، موضوع مبهم عموما، صعب لكل شخص، البنك اللاربوي. حتى اليوم برأيي ليس هنالك في العالم أجمع غربيا وعربيا دراسة بعمق دراسة محمد باقر الصدر التي نشرت منذ نصف قرن تقريبا، 1969 في الكويت أول ما نشرت. في كانون الثاني شباط عام 1972 صدر للسيد الصدر كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، الذي شكل محاولة لإعادة بناء نظرية المعرفة من وجهة نظر جديدة أطلق عليه اسم المذهب الذاتي في المعرفة، وهو دراسة جديدة تستهدف اكتشاف الأساس المنطقي المشترك للعلوم الطبيعية وللإيمان بالله تبارك وتعالى. وقد استغرق تأليف هذا الكتاب 7 سنوات، وعاونه به المرجع الديني آية الله العظمى السيد كاظم الحائري، أحد قدامى تلاميذ السيد الصدر آنذاك.
وكانا خلالها يراجعان آخر ما أنتجته القارة الغربية في نظرية المعرفة، لا سيما كتاب المعرفة الإنسانية للفيلسوف برتراند راسل. كنت أروح أتشرف بخدمته، وطالت النقاشات والإشكالات والأسئلة والأجوبة وطرح مسائل أخرى مرتبطة بالموضوع لعله أشهرا من الزمن بهالشكل، وكنت أنا أسجل المطالب الإشكالات والأجوبة والمناقشات والرد كلها كنت أسجلها، وصار هذا بذرة لكتاب الأسس المنطقية. وأخيرا السيد رحمه الله بقلمه الشريف رتب الأمور ورتب الأبحاث وأخرج هذا الكتاب العزيز، هذا الكتاب اللي نعم ما قلتم أنتم الآن، ما أدري ممن نقلت أن هذا كتاب حتى الآن لم يعرف حق المعرفة، هذا كلامكم صحيح. فترة الهدوء النسبي التي عرفتها الحوزة النجفية في الحقبة العارفية لن يكتب لها أن تستمر طويلا، ومع نهاية العقد الستيني من القرن الماضي كانت النجف وحوزتها والسيد محمد باقر الصدر على موعد مع واحدة من أقصى المواجهات التي عرفتها هذه الحوزة.